السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. طبعا اخيرا ابل نزلت iOS 13.4، كنت انتظر اصلا ديسمبر من السنه اللي راحت، ان في ميزات كنت انتظرها في السوفتير هذا. فراح اكلمكم الحين عن الميزات الجديده. طبعا السوفتير اللي نزل اليوم 13.4 للايفون والايباد، اي جهاز عندك يدعم iOS 13 راح يدعم iOS 13.4، ونزل حق برضو اللابتوبات اللي هو النسخه التجريبيه برضو الجديده اللي هو 10.15.4، والايباد اوس من المقدمة تكون 13.4، والابل واتش برضو نزلت لها نسخة تجريبية 6.2. طبعا هذه نسخة تجريبية الى الان ما راح تنزل للكل، فيها مشاكل برضو البيلت نمبر. لو بنروح لحين بتشوف ان الى الان يعني البيلت نمبر متأخر كثير، فلو بنخش الاعدادات نروح عام حول نشوف البيلت نمبر هنا، مثل ما نشوف النسخة التجريبية او النسخة الرسمية اللي عند الكل لحين 13.3.1 الحق الايفون 11 برو ماكس كانت 17D50. الحين عندي هنا في النسخة التجريبية الأولى اللي هي الايوس 13.4 هي 17E5223H. فمثل ما نشوف حرف الH في النهاية يعتبر النسخة ما راح تكون ثابتة. إذا كانت ثابتة عندك فمن حسن حظك، لأن أبل للرقم تحطها حق النسخة التجريبية كل ما تقرب للA يعتبر هذه النسخة الأوكي، ما فيها مشاكل كثيرة. لكن الحين مثل ما نشوف H، فحسب حسابك انك بتكون في نسخ كثيرة على ما توصل للA علشان تنزل رسمي للكل. فما انصح اي شخص ينزل هذه النسخة نسخة تجريبية، فلا تحدثها في جهازك علشان يكون جهازك ممتاز او انك استخدامه طبيعي. اذا كنت لا تبي نسخة تجريبية وانت اوريدي قاعد تستخدم جهازك نسخة تجريبية، ف افضل انك تستخدم جهاز ثاني مش جهازك الرئيسي اللي تستخدمه عشان تحط النسخة التجريبية، اذا كنت تبي الميزات هذه وتبي تجربها بس. طبعا ننزلها بس علشان اوريكم الميزات، او انك تنتظر النسخة التجريبية الثانية او الثالثة الاتش مثلا يوصل الحرف قريب للاي، مثلا حتى لو بي يكون مشاكل فيه اقل. فابل مثل ما تعرفون الاتش يعتبر انه بعيد، ف ننتظر نسخة تجريبية كثير على ما نوصل للاي. احيانا تسوي جامب يعني النسخة التجريبية الثانية مثلا تصير بي مثلا قريب الحق الـ A. المهم هذا النسخة التجريبية أو هذا تعليمك للرقم اللي موجود هنا. إذا كان عندك النسخة الرسمية ما راح يكون فيها رقم آخر شيء يعني. لو بننزل تحت نشوف المودم فرمير اللي هو الحق لاقط الشبكة والوايرلس والبلوتوث برضو. النسخة الرئيسية اللي هي 13.3.1 كانت 1.04.06، الحين مثل ما نشوف 1.05.23، ففي تغيير. نشوف قدام هل بتكون ممتازة ولا ممتازة. مثل ما نشوف عندنا قبل شوي كان بار ناقص واحد، الحين فول. نشوف قدام شو بيصير. طيب لو نتكلم عن الميزات اللي نزلت في السوفتوير هذا، كبداية أبل كاربلاي إذا كان جهازك أو سيارتك تدعم أبل كاربلاي، فالحين في ميزة جديدة نزلوها لها بعض الأجهزة أو بعض السيارات تدعم النافيجيشن ولا شيء ذي. أنا بالنسبة لي ما عندي سيارة تدعم أبل كاربلاي، فما مرة جربتها. إذا جهازك أو إذا سيارتك تدعم اللي هو الكاربلي، فلو بتخش الإعدادات عام تشوفها هنا الكاربلي، هذا هو الخيار. أنا ما أدعمها ولا مرة جربت أصلا. برضو الكاركي نزلوا حركة إنه تخلي جهازك، طبعا في شركات مسوينها للاكجري سيارات إنه تخلي جهازك هو الريموت حق السيارة فتح السيارة، فحين أبل دعمت ذي الشيء برضو في السوفتوير 13.4. لو بنتكلم عن الأشياء اللي أنا لاحظتها واستخدمتها اللي هي الإيربودز برو، حين في الكونكشن حق الجهاز إذا كنت بشبك على الجهاز صارت أسرع بشكل ملحوظ. أنا طبعا استخدمها يعني الحين في الدوامات يمكن بين ساعة وساعة لازم استخدمها الإيربودز، فما راح أقول لكم شبه يومي إلا 100% يومي يعني. فلاحظت سرعة الكونكشن بينه وبين الجهاز صارت أفضل من الـ 13.3.1. طيب أتكلمكم عن الأشياء اللي أنا أخيرا كنت أنتظر أبل تنزلها، فالحين أخيرا أبل حطتها الحين، فاللي هي الشيرنج في الفايلز. فلو بتخش وجهازك مثلا 13.3.1 وعندك في الاي كلاود، تخش هنا الملفات عندك تقدر تسوي لك شيرنج. مثل ما نشوف هنا جهاز يقدر تسوي شيرنج، لكن اذا بتسوي محافظه مثلا يعني لو بتضغط عليها بتسوي لها مثلا مشاركه في 13.3.1 او اي سوفت وير قديم مش 13.4 ما راح تقدر تضغط على الخيار هذا. الحين الحمد لله انك تقدر تضغط عليه، تقدر تشارك في الملف حق اي شخص عندك،
والحركه اللي الحلوه ان هي اد بيبل، هذه افضل شيء انك تسوي جروب او انك اوكي تضغط هنا وترسل اللينك هذا حق اي شخص في اي مكان تبيه في الواتساب في اي مكان يضغط عليه خلاص ينزل عنده في البرنامج الفايل ويقدر يضيف، تقدر تشوف شو اللي يسوي، يعدل على الملفات مثل ما تقول نفس جوجل شيرينج او جوجل درايف. ففي الجامعه هنا كثير نستخدم اذا كان عندك برزنتيشن او شيء وعندك بروجكت مع اشخاص تسوي ملف كل واحد يضيف اشياء. فهنا حركه حلوه اخيرا اني اي ملف عندي، ملف العائله مثلا، ملف اشياء اقدر اشاركه مع الشخص. طبعا اذا شاركته اقدر مثلا اخليه ما يقدر يعدل عليه، اقدر اخليه يعدل عليه كلها من الاعدادات. هذا الشيء المهم والشيء اللي عاجبني والشيء اللي كنت انتظر من كثير في على الاي او اس 13، لان ابل تكلمت عن انه بينزل هذا الشيء وتاخرت قرابه 6 شهور عم تنزل الحين من نزل الاي او اس 13 تو نازل عندنا. فهذا افضل ميزه في الاي او اس 13.4 انك ملفات حقتك لازم تكون في الاي كلاود درايف، تكون هنا موجوده عشان تسوي لهم شركه. والاي كلاود درايف برضو لازم يكون عندك ساعه يعني على حسب الملف اللي بتحطه والساعه حقتك. طيب وبرضو في الاستيكرات الحين لو تخش مثلا رسائل تلقى هنا الاستيكرز، هنا في مثل ما نقول استيكرات جديده على حسب الشكل حقي اللي بتحطه، مثل ما تشوف ملصقات او استيكرات اشكال جديده نزلتها هابل ما كانت موجوده اول، الحين حطوا اشياء جديده. طبعا ما في الانيموجي، لا بس الميموجي والاستيكرات ديلي. فتقدر الحين مثلا تسحب الشيء ذا وتحطه على الشخص او اي محادثه بينك وبين الشخص نفسه. فمثل ما نشوف هذه الحركه ان الايموجيز تغيروا الاشكال هنا نزلتهم. برضو في الميل الاب، برنامج الميل الخاص في ابل، طبعا انا ما استخدمه بس يلا افتح لكم. لو بتفتح ملف من الملفات اوكي الخيارات اللي تغيرت مثل ما يشوف في الاي او اس 13 لجهة اليسار، الخيارات اللي تحت تغيرت في الاي او اس 13.4 جهة اليمين، فصارت افضل احسن من اول. انا طبعا ما استخدم برنامج الميل الرسمي، استخدم ماي ميل. ولو بنتكلم برضو عن الشيء الاخير والحمد لله حطت ابل برضو، ان بعض البرامج مثلا عندي برنامج هنا شريف في الايفون، البرنامج هذا في نسخه ثانيه لحق الماك، يعني المبرمج ما يقدر يخلي البرنامج نفسه نفس الشيء، لازم يكون سعره هناك، يعني لازم تشتري مرتين انت كمستخدم. لكن الحين ابل خلاص سوى فتحت الميزه انك مثلا لو هذا البرنامج موجود في الماك وانا شريته من هنا، خلاص اروح الماك ابل تقدر تخلي المبرمج تقول له خلاص دام الايميل هذا والاكونت هذا شاري البرنامج في الايفون ما يحتاج يشتري في الماك. فحركه حلوه ونشوف الحين المبرمجين هل الطمع حقهم يسمونه ولا ما يسمونه. يعني في بعض البرامج ما راح اقول اسمهم، انا شاري في الايفون اروح في الايباد، نسخه الايباد لازم برضو اشتريها ونسخه الماك لازم برضو اشتريها. فالحين نشوف ايش بيسوون، هل بيخلون البرنامج رسمي، يعني مثلا مسوي لهم برنامج في الايفون لو تشتري تقدر تحمله في الايباد، شيء طبيعي هذا من زمان موجود لكن الحين في الماك، فصار كونكشن كامل بينهم. نشوف قدام هذه الاشياء تقريبا كلها. في برضو ميزه واحده نزلت رسميا للايباد الا وهي انك طبعا ما حدثت الان الجهاز، لكن في الرسائل لو تفتح الرسائل في الشورت كات حق الكيبورد الشيء اللي تغيرت بس تقريبا. فلو بنشوف لكم الحين سرعه الجهاز كالمعتاد الاشياء اللي افتحها لكم، لو بنفتح الجيك بنش فسويت لكم قبل شوي مثل ما نشوف هذه النسخه الرسميه للكل عند الحين اللي هي 13.3.1 نسخة اللي نازل للكل. فمثل ما نشوف هذا الميتال طبعا ما بالمعالج، فمثل ما نشوف 31 39، الحين 31 32. اوكي في تغيير خفيف، هذا الرسمي مثل ما اقول عندكم، هذا البيتا الاول لل 13.4. لو بنشوف للمعالج فهذا الرسمي اللي عندكم وهذا البيتا، فالمالتي كور للرسمية اللي موجودة الحين 13.3.1 34 24، الحين 31 34. اوكي في نزول خفيف. السنجل كور اللي هو النواة الواحدة 13 32، والان صارت في النسخة التجريبية الاولى 13.4 13 13. يعني الارقام ذي ما راح تلاحظها اصلا في الاستخدام، وبرضه النسخة التجريبية الاولى فلازم تكون في نزول وفي مبثبات في النظام. فلو بنشوف الحين برضو اللي هو فتحت الانتوتو، فسويت لكم انا النسخه اللي قبل، النسخه اللي قبل كانت اللي هي موجوده عندكم 13.3.1 كانت 52 74 54، الحين عندي 48 23 61. فا اوكي في برضو نزول
لكن شيء عارفين انه بيصير هذا الشيء لان النسخه التجريبيه الاولى، فشوف قدام كيف بيصير اداءها في النسخه التجريبيه الثانيه والثالثه، ولين عن ما ينزل حق الكل. طبعا لا تتوقعوا ان ينزل الاسبوع الجاي ذي النسخه ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها، يعني حق الكل. يمكن النسخه الاسبوع الجاي نشوف نسخه ثانيه واللي بعدها ثانيه، وفي جنب مثلا ابل بتكنسل اسبوع مثلا. ف انا بالنسبه لي متوقع يمكن نشوفها في مارج او ابريل، فنشوف متى بتنزل رسميا، لكن لا تتوقعون في الوقت. وما في احد يعرف بالضبط متى راح تنزل حق الكل، لان ده من ابل اصلا ما ندري احنا متى ينزلون النسخ، يعني فهي فجاه ابل تنزل نسخه ما في احد يعرف، ما في موعد ابل اصلا طلع لك تقول لك او بنزل لك النسخه هذه. فبس هذا الفيديو هذا حبيت اوريكم اياه. فاستخدم الجهاز الان تقريبا استخدمت 3 ساعات من نزلت النسخه، ما في أي شيء بالنسبة لي. راح نشوف بعد أسبوع أو بعد 4 أيام أرسل لكم فيديو تاني أتكلم عن حالة البطارية والأشياء كلها. طبعا بما أني أنا جهازي جالس على نسخة تجريبية ما يتغير، كلها نسخة تجريبية من أول ما شريتها في الـ 11 برو ماكس. لو نخش هنا بنشوف الباتري، هذا السبب من أسباب خراب البطارية عندي مثل ما نشوف 96% علشان بس نسخة تجريبية، لكن عادي بالنسبة لي. فهذا الفيديو هذا مراجعة، هذا كل شيء، ما شف في أي تأخير في الفيديو، ما كل شيء شغال ممتاز، ما في أي شيء. ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، وكتبوا لي تحت في التعليقات أنتوا على أي إصدار أو جهازكم على أي إصدار، وهل في مشاكل أو في مشاكل. طبعا أتمنى اللي يقول في مشاكل يكون على آخر إصدار، علشان هذه يعني إذا كان في مشاكل وأنت على إصدار 30.1 ولا شيء حدث، علشان نشوف 30.3.1 هو بيكون مثل ما تقولون أضبط إصدار وما في مشاكل، وال 30.4 إذا نزل للكل مش تجريبي راح يكون أفضل من 30.3.1. فأبل تنزل الميزات وبرضو تعدل لك في جهازك. فأسوأ نظام وهو بدايته، آخر نهاية النظام أو في نص النظام ما يعتبر الحين هو يعتبر أفضل من بداية النظام، أي نظام ينزل 13 أو أي جهاز. فبس ففي نهاية الفيديو لا تنسوا مثل ما قلت لكم اشتراك القناة وكتبوا لي تحت التعليقات، والسلام عليكم.